متأخرين عليكم، ملعونين الجدف. شو ما سويت لكم ما بتتوبوا؟ تحذير مو تحذير، هذه تبرعات، هذه تبرعات، ما سويت شيء، لسه داخلة. أروح أنا، خلاص أنا أروح. كل شيء سويه سوى تحذير 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 تحذير. وش أسوي وش أسوي؟ أختفي؟ أصير لايف صوت؟ جيب مشكلة هذه صارت شخصية معايا. ما سويت شيء، جالسة أدور على شو أتسحر. عيب حرام. دقيقة، لازم لي شباصة، شباصة عشان أقدر. لا إشارة، شو رأيكم في شعري وهو كيرلي؟ يسألني مكانا وين؟ جوا القلب ولا العين؟ ما يدري حقير. يا عبراج، اوكي شوفوا اخرتنا، يعني شو نسوي؟ اخرتنا انجومي. راح نسوي اندومي بالطريقة السحورية. أيوة بسم الله. أوكي، أول شيء دقيقة، شوف ثلاجتي شو فيها. ليش حسيت الثلاجة فارغة؟ سوشي، واو، دجاج نص خروف. اوكي خلاص، راح اخلي كل هذا وراح اسوي نقط. ما احب يعني اللي. انا احب انا مخفف. مع اني سايره مسويه دايت وسايره سمبتيك، ما تشوفونيش. دقيقه، عشان هذا رمضان لازم الانسان. ايوه معليش، انا سايره رشيقه مو مثل قبل، ملابسي تلزق معايا، الاساسير والي طيح وكذا وحالتي حالي. بسم الله. دقيقه، احنا ناخذ هذه. ليش ما اشتغلت؟ اشتغلت. اوكي راح نحط النقص. هذا اندومي. شو اندومي؟ عادي، ما انتوا اخركم رز بدجاج، او اذا بدكم تنوعوا تسوون رز بلحم. بس شو بتسوي؟ قولوا لي شو بتسوي؟ معليش، لانه انا اكتشفت البند اللي اخذت اسبوع، قالوا لي انه في صوت صيفي في الموضوع، صوتك مره يعني تكوني انت تتحولين عباس، فقالوا لي انه لازم تصيري انعم من كده، هذه ترعب المشاهد. ايوه، فانا انتوا يعني شو بتاكلوا؟ انا بس بدي اعرف شو بتاكلوا. ما انا كل ما اتفرج عليكم في التيك توك الاقي وجبتكم رز، اخركم رز. اي أيوة والله تنوعوا مره بالدجاج.
انا اكتشفت كمان ان التيك توك ياخذ الملامح اذا كانت كريهه، فهمت؟ فاذا بدي اتنمر او شيء اتنمر وجهي انيق، يعني وجهي ما يدل شو بقول. اوكي، يعني اخرتكم رز. اخركم رز يعني شو تتنمرون عشان انا سحوري اندومي؟ كل الكوريين كده. ايوه إذا بدكم تنوعوا نوع، أنا بدي أعرف شيء واحد يا أصدقائي، يعني أنتوا بتصيروا والله اليوم راح نسوي مقلوبة، وبكرة راح نسوي مندي، وبعد بكرة راح نسوي برياني، وبعد ما هو كله رز في الآخر، صح؟ يا عمري بديتك صح؟ كله في الاخر شو ترجعون للرز؟ هذه بطني للرز، اخرتكم رز. الله، لا والله احنا في الفطور ما نحب كل يوم ناكل نفس الشيء، لا مثلا اليوم اكلنا مقلوبه بكره كبسه، اكلنا اليوم كبسه بكره مندي. مندي انتوا بتغيروا بس لون الرز، جد انتوا بتغيروا بس لون الرز. ترى هذا اكتشفته ترى لما جيت هون، انتوا تفكرين انه جالسين تغيرين الطبخة؟ اصحوا رز، ترى كله رز 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 رز، واحد اصفر وواحد اصفر مع برتقالي والتاني ابيض. تضحكون علينا، تخدعون عيوننا. المهم خلينا، انا ما احب احكي في الناس. بسم الله. المهم اندومي وراح ناكل معاها، عشان بس الحقودين اللي جالسين يقولوا لي انت تسحرين اندومي. لا لا نو، ما اقدر نو. شنو هذا؟ يعني شو انوع لكم؟ خلاص في اندومي، يعني شو اسوي لكم؟ انا امكم انا خلاص هي كذا الدنيا. في احلى من الرز؟ ايوه في احلى من الرز، ترى في شيء اسمه الحريره، في شيء اسمه الطاجين، شيء اسمه بسطيله، جاني ورد. انتم ما يجيكم ورد، انا جيني ورد حتى وانا مختفيه، جيني ورد. ايوه يجيني ورد، كيك، كلام حلو تخزنون فيا. ايوه مو مثلك يا مصنع، يجيكم بس المواعين تغسلوهم كل دقيقه صحن، كل دقيقه صحن. خلاص اللهم اني صايمة، اللهم اني راح اصوم. دقيقة مهلا قسكات، اجهز فطاري انا، شو راح استفيد انا لما يروح علي الفطار السحور؟ شو راح استفيد منكم انا؟ وإذا الله ما أطعمني يعني وسقاني، إذا الله ما خلاني أنسى وأشرب بالغلط، إيش أسوي؟ وأنا أصلاً أصوم أحياناً وأنتظر هذه اللقطة إنه الله يفطرني ويسقيني. هذا الأمل عندي في رمضان هو إني بس ما أعرف.